Israel and Hamas have apparently agreed to a 72-hour ceasefire. And now we got 3 days of it. A long weekend of peace. It is still too early to really know what brought this about. But we do know that the break came after this. Israel has made a request for resupply of several types of ammunition. As one defense official said to me, they have been using up an awful lot. هاجم الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت في برنامجه هذا الأسبوع الاحتلال الصهيوني والسياسة الأمريكية الداعمة له، مؤكدا أن الولايات المتحدة دائما ما تطالب بالهدنة، ليس تعاطفا مع الضحايا المدنيين في القطاع، ولكن لإعادة تسليح إسرائيل بالذخيرة الأمريكية لتواصل الحرب. ووجه ستيوارت رسالة ساخرة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما قائلا: يا رجل، لا يمكننا أن نكون الراعي لإعادة تأهيل إسرائيل. نحن بمنزلة تاجر مخدرات يزود المدمن المخدر كلما فرغ منه، مضيفا: كل مجرد كلمة لا لإسرائيل. Guys, we cannot be Israel's rehab sponsor and its drug dealer. It's not gonna work. Just say no. But first, smokey smoke. من جهته كتب مقدم برنامج كايزر ريبورت الاقتصادي ماكس كايزر الذي كان يعمل في قناة بي بي سي على حسابه على موقع تويتر تغريدة شرح فيها سبب استقالته من القناة، فقال: حصلت على أوامر صارمة تقضي بعدم ذكر إسرائيل في أي سياق. هذا النوع من الرقابة يؤدي إلى الرعب في شأن غزة.